طبعا اخت احمد عرفينا بنفسك، وقولي لي احمد لما الزمالك كان بيكسب كان شعوره بيبقى عامل ازاي وبيعمل ايه؟ ايوه هو كان بجد كان من كتر انا كنت بفضل اتفرج عليه وهو بيتفرج، وبعدها كان يقعد شيكابالا لما كان بيكسب وكان يقعد يسمعني اغاني ليه، الجماهير كان عاملينها لشيكابالا، وكان على طول دايما لما ساعات لما الزمالك بيخسر ما كانش بيرضى ياكل، وكان ساعات بينزل وبيتعصب، وبشوفه ان هو يعني بغير محور موده. حياته كلها كان زمالك. لا هو كان موده بيتغير يعني 180 درجة لو هو سواء الزمالك كسب او خسر يعني. فعشان كده منه هو انا خدت فكره ان انا يعني بابا طبعا الاول هو كان بيتفرج على الكوره يعني، بس هو احمد اللي يعني انا كنت عادي يعني يعني. واضح ان الحاجه وانت كان سبب حبكم للزمالك احمد. هو كان احمد يعني.